شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا وسريعا أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الفائتين، فما السر في ذلك؟ لنشاهد. بعد الهبوط الحاد الذي شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، انتعشت الليرة في اليومين الماضيين لتستعيد بعضا من قيمتها التي فقدتها على مدار شهر كامل. ووصل سعر الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء إلى ما يقرب من 3200 ليرة لغاية إعداد هذا التقرير، إلا أن هذه العودة غير مضمونة بحسب خبراء اقتصاديين. وشهدت الأسواق انخفاضا طفيفا في الأسعار لعدم وجود ضمانات بعدم انحدارات أخرى لليرة مقابل سلة العملات الأجنبية تجبر أصحاب المحال برفع الأسعار مجددا. ورغم هذه التقلبات في سعر صرف الليرة، ما زال مصرف سوريا المركزي محافظا في نشراته على سعر صرف ثابت للدولار يبلغ 1256 ليرة سورية. وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة النفط في الحكومة السورية بيانا قالت فيه إن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس سلبا على توريدات النفط إلى سوريا. بيان الوزارة أكد على ترشيد استهلاك الوقود في الفترة المقبلة بهدف توفيره لأطول مدة ممكنة إلى حين عودة الحياة الملاحية إلى قناة السويس من جديد. مراقبون فندوا بيان الوزارة مؤكدين أن معظم توريدات الحكومة النفطية قادمة من النظام الإيراني الذي لا يستخدم قناة السويس بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. مباشرة من حلب معنا عبر الهاتف مصطفى قلعجي أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري. أستاذ مصطفى أرحب بك، لابد من أن تكون للسياسة مرتبطة بالاقتصاد في هذا الانهيار المتسارع لليرة أمام الدولار والأمر العكسي الذي حصل خلال اليومين الفائتين، أليس كذلك؟ مساء الخير أستاذ شادي لحضرتك، مساء الخير للأخوة المشاهدين. مساء. أكيد الاقتصاد هو عصب السياسة، يعني سياسة بلا اقتصاد ما لا يمكن أنه تعمل سياسة ما يكون في عندك اقتصاد، هي العصب الأساسي للسياسة هو الاقتصاد. لكن للأسف الشديد يعني ما يجري على الأرض يعني فيه شيء موارب غير لا ينطبق وحقيقة الأشياء. يعني خلينا نأخذ ملاحظة في غاية الأهمية. تفضل. إذا كانت الدولة قادرة على تخفيض سعر الدولار بحدود 2000 ليرة سوري، يعني من 4800 أو بحدود 5000 وصل، رجعوا اليوم بحدود 3200، يعني 1800 ليرة سوري عمليا، يعني بحدود 35% من قيمته اللي قيمة سعر الصرف. إذا هن قادرين بالأساس على هاي المسألة، ليش تركوا هذا الانهيار؟ ليش تركوا الليرة تصل لهذا المستوى؟ هاي أول مسألة. المسألة الثانية، نحن كلياتنا بنعرف، يعني اللي بيشتغلوا بالاقتصاد كلهم بيعرفوا انه السعر بتحدده مساله العرض والطلب، يعني وقت اللي بيكون في طلب شديد على السلعه وعرض هذه السلعه بكون قليل، هون بده يرتفع سعر السلعه اجباري، ان كانت دولار او غير دولار، اي سلعه موجوده بالسوق انت بحاجتها وبصير في طلب شديد عليها بدها تصير القصه انه يعني ترتفع سعرها. هلا الطلب شديد على الدولار، يعني حتى في جزء من أجهزة الدولة رغم وجود المرسوم رقم 3 للعام 2020 والقاضي والذي ينص على يعني تجريم كل من يتعامل بالدولار النقدي، عرفت؟ لكن الحواجز تبع أبو علي خضر هي تبعت الرابعة لا زالت تتقاضى التعرفة اللي موجودة أو المفروضة على كل سيارة بدها تعبر عبر المعابر، وبين قوسين هون خلينا نقول المعابر الغير شرعية بدها تدفع بالدولار. طيب في مطابع دولار جوات البلد؟ ما في مطابع، إجباري بده يصير في طلب شديد عليه، وبالتالي ليغطوا تكاليف اللي بده يدفعوها لهاي الحواجز أو لغيرها. من هون بيبدأ الطلب الشديد على المسألة. يعني هلأ هو كيف انخفض السعر خلال اليومين؟ كيف بتقديرك انخفض؟ انخفض لأنه ما بقى في، يعني انحطت عقوبات كتير كبيرة على التجار والصناعيين اللي بده يستوردوا عبر هاي المعابر الغير شرعية، وبالتالي وقفوا
هلا انت وقت بتوقف ما تعود تطلب هاي المبالغ الكبيره اجباري، بده يرجع مره ثانيه الدولار ينزل لانه ما ضل في عندك طلب له. الحكي اللي عم ينحكى عبر الاعلام هو غير، يعني كلام لا يطابق الحقيقه مطلقا، تماما لا يطابق الحقيقه، بالعكس تماما. انت اليوم تركك من قصه الحصار وقانون قيصر، بدنا نفهم ما الحقيقه. ما الحقيقه استاذ مصطفى؟ الحقيقة أستاذ شادي هو طلب شديد على هاي السلعة، وهي سلعة مثلها مثل غيرها، وأنت ما فيك تشتري أي شيء من برات البلد إلا بالعملة الأجنبية بالدولار أو باليورو، لذلك أنت بدك تأخذ هاي المسألة بعين الاعتبار. لكن أنا اليوم وقت اللي بشوف المهربين اللي عم دخلوا للبلد السلع عبر المعابر الغير شرعية، يعني هنن عم يشتروها بالليرة السوري من خارج سوريا، هاي التليفونات اللي وصلت للبلد عبر شركة إيماتيل، يعني هاي اندفع حقها بالليرة السوري للمصادر التصنيع تبعتها، قطعا اندفع حقها بالدولار. طيب من وين يصل الدولار تبعهم؟ يعني هاي الشركة بالذات من وين جابت هذا التمويل بالقطع الأجنبي لحتى استوردت البضائع تبعتهم؟ أيضا البضائع اللي الدولة عم تستوردها عبر بعض الوسطاء لحتى تتهرب من مسألة الحصار اللي موجود على الدولة، القمح، الرز، السكر، هاي المواد كلها منين بدك تغطي حقها؟ يعني انت اليوم منين بدك تغطي قيمة هاي المواد اللي تبلغ ملايين الدولارات يوميا؟ يعني المسألة مو مسألة والله انا لازمني $1,000 بطاقة طيارة بدي روح اخذها ادبرها من هون او من هنيك او من كذا. للأسف الحلول الجدية والتي يمكن للدولة ان تستثمر هاي الحلول وانه تساعد بتخفيض الدولار هي مرفوضة تماما. يعني اليوم انا السوريين، خلينا نحكي مسألة وهي ما هي سر، يعني أنا ما عم بفشي سر العلاقة بهيبة الدولة إطلاقا. معظم السوريين، معظم العائلات السورية عم بعيشوا على ما يرسله أبنائهم في الخارج، يعني الحوالات الخارجية اللي موجودين، الحوالات الخارجية. هل الحوالات الخارجية مين عم يستفيد منها؟ عم نتعرض لابتزاز من مين؟ من هذا الصراف. بقول لك أنا في علي عقوبة كبيرة إذا كان انمسك أو يعني أخذته الدولة. طيب شو هذا عم ياخذوا؟ استاذ شادي تصور بياخذوا 10% من قيمه الحواله للصراف. اضافه لهذا الكلام كلياته، كل صراف جوات البلد بيعطيك سعر على كيفه، يعني هو ببعث لك ابنك، ابن عمك، قريبك، هل هو ببعث لك المصاري من برا بيوصلوا لعندك قيمته الرايحه 15% حد ادنى؟ يا اخي خليني انا اخذ عبر المصارف اللي لها علاقه بالدوله وحط سعر موازي لهذا الدولار، وخلينا كلياتنا نروح باتجاه هل 10% تاخذها الدوله، ما ياخذها صراف او ياخذها حدا ثاني له علاقه بالعمل الغير مشروع الغير مقنع. يعني اليوم انت بدك تحل مشكله، كيف بتحل المشكله؟ بالعكس، انت وقت اللي بتترك التعامل بالقطع الاجنبي بين المواطنين فيه اريحيه، هذاك الوقت بينخفض السعر اكيد 100%. اما كل ما انت بتحط شروطك الإضافية وبتحط عقوباتك بتعليها وبتحط المسائل اللي فيها تعجيز كتير كبير، إجباري بده يقول لك الصراف أخي أنا بدي أتعرض لمسؤولية كتير كبيرة، وبمقابل هذا الحكي بدي فرق الضرر اللي ممكن أنا يلحقني إذا صار في علي أي إشكالية. في السابق يعني وقت اللي كان الدولار قبل 2011، وقت كان التفريق 10 قروش 15 قرش ربع ليره، بعمره ما وصل الدولار انه يفرق بين النقدي وبين الحواله يفرق ليره سوري. اليوم في فرق بتعرف اكثر من 10% من قيمه الحواله اللي انت عم تاخذها. طيب. هذا الكلام كلياته، هذا الحكي كلياته له علاقه باليه عمل المركزي. يعني اليوم بقول لك انه بدي اتدخل للمركزي، كيف تدخل المركزي؟ المركزي 2011 كان عنده فائض مليارات من الدولارات، وين راحت هيك كلياتها؟ راحت عبر تدخل غير مسؤول وتدخل غير مقنع وتدخل ما، يعني اليوم انت بتعلن عن مسألة وما تقدر تعملها، طب كيف بدك تسوي؟ طيب الان بالتالي يعني دمشق هي من تتحكم بمسألة رفع قيمة الليرة او انهيارها، وبالتالي هل نتحدث الان بتقديرك ووفقا لمتابعتك عن تحسن مؤقت ام تحسن دائم؟ هل ثمت اي توجه لحلول جذرية لهذه المسألة التي ارهقت كاهل المواطن؟ استاذ شادي بالاصل خلينا نحكي بصراحه، بالاصل ارتفاع سعر الصرف الى انه وصل بحدود ال 4800 بحدود ال 5000 هو ارتفاع غير منطقي، وانخفاضه مره ثانيه لحتى يوصل ال 3200 ولسه عم ينحكى انه بكره وبعد بكره في انخفاض جديد، ايضا هو انخفاض غير منطقي. هلا خلينا نحكي، انت اليوم وقت اللي بده يرتفع السعر بكون في طلب شديد على هاي السلعه، وقت بده ينخفض السعر بده يكون توفر. طيب هلا اليوم بالسوق اذا بدنا نشتري
نشتري دولارات بالسوق متوفرة ب 3200 ليرة سوري؟ هذا الحكي مو صحيح. إذا بتدور البلد كلها تشتري 1000 دولار على هذا السعر ما حدا بيعك ولا حدا رايح يقدم عليك، يعني العملية لا فيها بيع ولا فيها شراء. كل المضاربين اللي إلهم علاقة بالأجهزة الدولة هن اللي خفضوا السعر ووصلوا ل 3200، لكن هاي المرة ينطبق عليها الجملة اللي كان دوما يقولها الحاكم مصرف سوريا المركزي انه هذا السعر وهمي. هلا 3200 هو السعر وهمي لانه لا حدا من التجار رضي ينزل قيمه السلع اللي عم يتاجر فيها. صحيح، يعني رغم انه وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك اليوم اصدرت نشره اسعار جديده، نشره الاسعار الجديده اللي نزلتها لا تتوافق مع الانخفاض بسعر الصرف. يعني كيلو الرز كان 2500 دولار ب 5000، لما ينزل لك 3200 المفروض يرجع كيلو الرز يصير 1300 ليرة. إذا نشرت وزارة التجارة الداخلية اليوم سعر الرز 2200 ليرة، فوين الانخفاض؟ معناتها في حدا عم بغطي على المسألة. طيب، بشكل الهدف بشكل الهدف كبير من كل هذه اللعبة، خلينا نسميها اللعبة أستاذ شادي، المسألة يعني للأسف إذا كانت لعبة فهي لعبة على دم السوريين، يعني لعبة على الفقراء المساكين، لعبة على الناس اللي ما عنده يعني ما عنده ادخار بالقطع الاجنبي. يعني اليوم مين عنده ادخار بالقطع الاجنبي؟ هم التجار الكبار والصناعيين الكبار والملاكين اللي على مستوى البلد، يعني واللي اسروا سراء فاحش، اضافه للي اسروا سراء فاحش من امراء الحرب وغيرهم اللي موجودين ضمن البلد. هاي المساله صارت واضحه لكل السوريين، لكن الفقير المواطن العادي يعني اللي حوالي 90% من تعداد السكان في سوريا هن من الفقراء، من البسطاء، من الناس اللي حتى بمناطق الإدارة الذاتية كل الموظفين اللي موجودين عندكم بيقبضوا رواتبهم بالليرة السوري، رغم أنه هن رواتبهم يعني أكثر من رواتب الحكومة التي تدار من قبل الدولة السورية، رغم أنه الرواتب كبيرة لكن أيضا بيقبض بالليرة السوري ما بيقبض بالدولار. وبالتالي المسألة واضحة، أنت بدك تخلي سعر البنزين ينزل بدك يكون المعروض أكثر من المطلوب، بدك تخلي سعر القمح ينزل بيكون المعروض أكثر من المطلوب، بدك تخلي سعر أي سلعة موجودة بالسوق إنه ينخفض السعر تبعها إجباري، بدك أنت توفر هاي السلعة وبكميات تفوق حاجة المواطن لها، وبالتالي تصير في منافسة بين التجار لحتى يقدروا يأمنوا هاي المادة. وضحت الفكرة. دعني أسألك في الدقيقة المتبقية أستاذ مصطفى حول أزمة المحروقات وحديث وزارة النفط السورية عن أن أزمة قناة السويس متسبب في الشح الحاصل في مناطق الحكومة، كيف تنظر إلى ذلك؟ الحقيقة بدي أحكي لك مسألة تأخذ من وقتي دقيقة أو دقيقتين. من كم يوم صحيت بالليل لقيت الكهرباء جاي بالبيت، شغلت التلفزيون وصدفة طلعت يعني الفيلم تايتانيك، المقطع اللي فيه الفرقة الموسيقية عم تعزف والباخرة عم تغرق. الحكومة تبعتنا نفس المشهد بالضبط، البلد عم تغرق وهن نروح بحطوا لها تصريحات ما أنزل الله بها من سلطان. شو هاي الإغلاق تبع قناة السويس هو بدي يعكر على الـ على الـ على الـ الحصار اللي مفروض على سوريا من 2005؟ يعني المفروض يحكوا بصدق، يعرفوا يعني أنا اليوم وقت اللي المسؤول عن رعاية المواطن بيحكي كلام صادق وبقول أنا عندي مشكلة حقيقية تجاه الخارج، عندي قانون قيصر وعندي حصار على البلد وعندي حدا ما عم يرضى يتعامل مع الحكومة العادية وحدا بده يجبرني لأروح باتجاه 22-54 وهو كل هاي القصص، المواطن بده يقتنع لأنه له رغبة أنه يوقف مع حكومته ومع دولته. كلياتنا أنا وأنت وكل المواطنين في سوريا لنا رغبة أكيدة إن كنا في المعارضة أو إن كنا في المبالاة أن نحافظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، لأنه أي انهيار لمؤسسات الدولة يعني خراب البلد 100% أكثر مما هذا الخراب موجود. يعني هذا حكي للأسف حكي كتير صغير، ويعني بفرجيني أنه المشكلة أكبر من اللي مطروح، يعني بخليني أنا أكون قلق أكثر من القلق اللي يصيبني عادة وقت اللي تختفي أي مادة من السوق. طيب، الدولة مسؤولة عن توفيرها. في نهاية الوقت المخصص بدي أشكرك جدا على تواجدك معنا وعلى كل ما أوضحت. من حلب مصطفى قلعجي، أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري، ونشكر لكم مشاهدينا كرام المتابعة. إلى اللقاء.